يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الموافق للعاشر من شهر نوفمبر الجاري متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي ستعقد في العاصمة الرياض يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالة من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عهد المملكه العربيه السعوديه الشقيقه رافقت جلاله الملك المفدى السلامه في الحل والترحال